السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك فضيلة الشيخ؟ أخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله دايما يا رب في أفضل حال. يا رب. كان عندي سؤال بعد إذنك فضيلة الشيخ، هو أكثر من سؤال بصراحة، فأتمنى من حضرتك تسمعني بس. تفضل. أنا مندوب مبيعات في شركة أدوية. ايه، تمام؟ ترشي الناس ولا ايه؟ نعم؟ ترشي الأطباء؟ لا، أنا في شركة أدوية بيطرية ماليش علاقة بالأطباء خالص. ماشي. بعد أنا طبيعة شغلي إن أنا بخرج الصبح، ممكن أفضل لآخر اليوم طبعا بره، يعني أنا جه عليا أوقات كتير كنت بجمع الصلاة، يعني بجمع الظهر والعصر، طبعا ما بسافرش، يعني أنا في نطاق المحافظة بتاعتي، ما بسافرش بره، لكن بمشي في اليوم قرابة ال 200 كيلو 150 كيلو، فأوقات كتير بجمع الصلاة. لا يجوز لك الجمع ما دمت لست على سفر إلا في الضرورات القصوى. تمام، اللهم استعنا. سلام. سؤال